يشترط في عروض التجارة أن يملكها بنية الاتجار وأن يملكها اختيارا فخرج به ما ملكه قهرا ولو نوى به الاتجار كالمال الذي يملكه بالميراث وخرج به المال الذي يملكه للاقتناء ثم تتحول نيته إلى الاتجار فإنه لا تجب فيه الزكاة على ما ذكر الفقهاء رحمهم الله في عروض التجاره وهذه الشروط لم يذكرها المصنف لان فيها خلافا وانما ذكر ما اتفق عليه من الشروط وهو ان تبلغ قيمتها نصابا